السيارات، أضرار في القارمات الموجودة عليها أسماء شوارع سخنين، أضرار في أعمدة الإنارة. يعني هاي الأحداث، هاي الأضرار يعني كلفتها كثيرة، من يمكن أن تصل إلى مئات آلاف الشواقل. السؤال الذي يطرح، يعني من المسؤول عن دفع ثمن هذه الأضرار التي تحدث من قبل المواطنين؟ أول شيء الظاهرة طبعا أخ خالد هي ظاهرة خطيرة، يعني ظاهرة قديمة جديدة، يعني من عدة سنوات ونرى الإتلاف الممتلكات العامة لبلدية سخنين. يعني هذه مقدرات سخنين، يعني بلدية سخنين لما بتعمل أي مشروع هاي المصاري اللي احنا بنحطها، هاي مصاري لأهل البلد وبنحطها عشان البلد. ولكن للأسف يعني بعد ما يخلص المشروع بفترة قصيرة بنشوف الأعمال الخراب اللي عمال يصير في هاي الأماكن. المشكلة أخي يعني إنه إحنا لازم يكون عندنا لبعض المواطنين طبعاً بحكي يعني انتماء لهاي البلد أكثر من كيف موجود. إحنا لازم نعرف نحافظ على الممتلكات العامة زي الممتلكات الخاصة. كيف أنا بحافظ على سيارتي وعلى داري وعلى ساحة داري، يجب أن نحافظ على الشارع وعلى المتنزه وعلى المدرخة أو ممر المشاة وعلى عمود الإضاءة الإنارة. ولكن للأسف طبعاً هذا الإشي مش موجود عند بعض المواطنين. الملك العام هو ملك سايب، الممكن أن أتصرف فيه كيف بدي. طب ليش يعني إحنا كمواطنين عرب عن جد يعني بس نروح على كرمائيل يعني بنمشي على الصراط المستقيم، يعني بنسترجيش نوقف سيارتنا على مدرخة، بنسترجيش يمكن السيجارة نسيتها بالشارع؟ طب ليش يعني هناك إحنا بنعمل في سخنين أبطال وكرمائيل يعني؟ هاي الظاهرة يعني من زمان احنا قلقين منها، يعني ونشوف وكأنه في سخنين، في بقلب سخنين كل شيء مسموح، او في قراننا او مدننا العربية، يعني بقلش بسخنين ولكن نفس الظواهر احنا نفس الظاهرة بنشوفها في سخنين وفي عراب وفي دير حنا وفي كل البلاد العربية. فاحنا بنحس حالنا كمواطنين في هاي البلد انه بقلب بلدي انا مسموح اعمل ايش اللي بدي اياه، وانا ابو علي في داخل البلد، ولكن لما اروح على حيفا او كرمائيل او تل ابيب فبمشي كمواطن صالح وبخالف بخلفش القانون وبحافظ على القانون. القضيه هي قضيه اخلاق، قضيه انتماء لهاي البلد ولمقدرات هاي البلد ولمشاريع هاي البلد. ولكن للاسف انا بقول انه بعض المواطنين، البعض القلي خلينا نقول مش الكل، اللي هن بيشوفوا انه يعني انا بقول لك يعني خذ عندنا احنا ساحه بلديه سخنين اللي كلفت ملايين الشواقل، النافوره اللي عملناها كلفت برضه مبالغ طائله، عملنا متنزه ابو غزالي، عملنا كثير شغلات، لافتات اسماء الشوارع، يعني بعدها مش خالص المشروع حتى، يعني اطلع على لافتات اللافتات، كثير من اللافتات الموجود عليها دهان اسود واحمر، وفي بعض اللافتات اللي هالوها. فانا بتساءل يعني لمصلحه مين هذا العمل؟ يعني احنا لافتات الشوارع احنا جبنا ما نسوي من سخنين مدينه عصريه، مدينه اللي هي يعني الشيء الاساسي انه يكون لافتات لاسماء الشوارع، ولكن للاسف كثار من اللافتات اليوم مش موجوده، او حتى اذا مش اذا حتى لو انها موجوده مش مقروءه. فاحنا بنسال يعني مجرد انه احد المواطنين مش عاجبه اسم الشارع فبنروح بدهن، يعني مش متوجه لبلديه سخنين. في عندنا لجنه اسمها لجنه تثبيت شوارع اللي ممكن احنا نعاود نشوف إن هل في امكانيه نغير اسم الشارع. لا، باخذ القانون لايديه يا اما بقيم اللافتي تشيل شلو بزته او بدهن اللافتي بلون اللي بطل يشوف. فعمدان الاناره اللي عرفناها في ابو غزالي المشروع كلف تقريبا 4 مليون شيكل، ولكن للاسف بعد ما خلص المشروع في بعض الاشخاص قاموا بسرقه اعمده الاناره، عمود الاناره فكوه سرقوه. يعني شيء 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 مخزي، شيء معيب. استاذ مدين يعني انا يعني استاذي الشغله هي شغله انتماء وتربيه واخلاق. يعني بعض المواطنين بيجي بيقولوا لي ليه بتحطوش حراس؟ الموضوع مش موضوع حراس، يعني الهدف مش انه احنا نعيش بسخنين وكانه سجن كبير وكلاتنا عاملين نراقب بعض وفي حراس. اليوم احنا لازم نحافظ على هاي الممتلكات ونعرف ان هاي الممتلكات هي لاولادنا ولالنا ولمصلحتنا ولجمال بلدتنا. فلازم نصل لمرحله انه احنا نحس انه الملك العام هذا الي واحافظ عليه كيف بحافظ على الملك الخاص. استاذ مدين يعني لابد انه يعني ببلديه سخنين في احصاء انه سنويا عن جد هذا الضرر والاعتداء على الممتلكات يعني كلفته سنويا كم تقدر؟ يقدر ب 100,000 شواقل. مئات الاف الشواقل يعني من يسدد في حاله انه خاصه احنا بنحكي على الشارع الرئيسي، اذا صار في حادث سير وسياره ضربت عمود اناره او اي شيء ثاني وسبب الضرر
وعرفنا مين وين السائق وعرفنا السيارة، فإحنا بنقدم قضية ضد شركة التأمين تاعت السيارة، وعادة إحنا بناخذ المصاري من شركة التأمين ونقوم بتصليح الضرر. ولكن إذا ما عرفناش مين هو الشوفير أو السائق تاع السيارة، ما عرفناش مين هاي السيارة، فبكون التكاليف التصليح حساب بلدية سخنة. يعني عادة إحنا نسأل، يعني وللأسف أمرار في بعض المواطنين اللي هني بيحاولوا يخبوا علينا، يعني حتى إذا سألنا مواطنين الجيران وين صار حادث هناك، مين الشوفير أو مين السيارة، ففي بعض اللي بخبوا علينا ما بيقبلوش يشاركونا أو يعطونا أسماء الصحيحة أساس نقدر نقدم قضية ضد هذا. يعني المفهوم إنه يعني الحق يعني الضرر إذا عرفته من المسبب يعني شركة التأمين تدفع. نعم. ما عرفتوا من المسبب أنتم كبلدية على حساب بلدية وميزانية سخنين. لما نقوم بالتصليح تصليح بتكون حساب بلدية سخنين والميزانية العادية تاعت البلدية، يعني بدل ما أنا هاي المصاري أعملها في محلات ثانية أطور أكثر في البلد، فبرجع نفس المشروع بعود أصلحه كما مر. طب أستاذ مدين، ليش بتحطوش مثلا اللي بسموها يعني مراقبين من قبل بلدية سخنين، يعني بزي معين كشرطة جماهيرية داخلية، بس إيش يعني من موظفين من بلدية سخنين يا أخي يعملوا مخالفات للسائقين اللي بتجاوزوا الخطوط الحمراء، اللي بيسببوا بأضرار، اللي يعني برضو لازم يكون الإشي فيه حسم مرات. موضوع حساس جدا و يجب أن يدرس في بلدية سخنين، إنه نفتح زي قسم مراقبة في بلدية سخنين، مثل ما في عندنا قسم هندسي وقسم صحة وقسم تعليم، لازم يكون قسم محلكة بكوح شو يسمى. بالضبط. حسب رأيي أنا هاي الفكرة أو هاي القضية طرحتها على مجلس البلدية. ويحرر مخالفات. نعم. ويحرر مخالفات يعني للسائقين. هذه القضية مش بهذه السهولة. أول شيء لازم توجه وزارة الداخلية على أساس نأخذ موافقة من وزارة الداخلية لفتح قسم جديد في بلدية سخنين اللي يسمى قسم المراقبة أو يعني هل بدرتم بالمشروع بشكل جدي ولا هو يعني حضرن على ورق لحد حتى الآن؟ مداولات داخل أروقة البلدية، حتى الآن لم يبدأ العمل بشكل جدي في هذا الموضوع، ولكن حسب رأيي يعني هناك معارضة من قبل أعضاء البلدية. لا لا عن الموضوع ليش أي معارضة، أنا حسب رأيي كل أعضاء البلدية الائتلاف المعارضة موافقين على هذه القضية، يعني ما فيش فيها القضية إنه إحنا نأخذ إسا نبدأ بالعمل الجدي لتقديم الأوراق اللازمة لوزارة الداخلية، نأخذ موافقة لوزارة الداخلية لفتح قسم في بلدية سخنين، قسم المراقبة يسمى محلكة بكوح. هذه القسم ممكن يحرر مخالفات للمخالفين السير، لإيقاف السيارات، كل ممكن راح يساعد كثير. يعني ممكن يعني ممكن هاي القضية تضبط عدد معين من المواطنين، ولكن للأسف أقولها ظاهرة التخريب مش راح ينحد بهاي العملية إلا إذا غيرنا ما في أنفسنا أول شيء بالنسبة للملك. يعني هاي يعني فتح هذا القسم قسم المراقبة، يعني ما دام ما فيش يعني اعتراض من اي من الاعضاء البلدية، يعني ليش ما يكونش شيء جدي يعني والعمل عليه بوتيرة سريعة جدا، يعني حتى يعني يصير. انا بشكل شخصي راح اخذ عاتقي هذا الموضوع، انه يكون حتى في الجلسة القادمة تاعت بلدية سخنين انه مناقشة هذا الموضوع، واخذ قرار في داخل المجلس البلد في سخنين لإقامة بهذا القسم، ومن ثم نتوجه للوزارات اللازمة في الموافقة النهائية وفتح هذا القسم. أستاذ مدين، شكرا. شكرا لك.